تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة التحليلية الجديدة. مشاهدينا الكرام، لم يعد التصعيد الميداني على الجبهة اللبنانية لم يعد خبرا غير مألوف، كذلك التحذير من حرب أوسع على هذه الجبهة، فالمخاوف في هذا الإطار تتزايد. ومن جانبها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الدعم الكامل لإسرائيل حال اندلعت الحرب الواسعة في لبنان، فهل اقتربت ساعة الحرب على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية؟ أضف إلى ذلك أن قواعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل قد تغيرت من هجمات على أهداف محددة إلى حرب أوسع نطاق، أو نستطيع أن نقول إلى هجمات أوسع نطاق. وبلغة تقدير المواقف العسكرية، فحزب الله ليس حركة حماس، وتدرك إسرائيل هذا الأمر. إذن فالمواجهة المرتقبة بين حزب الله وإسرائيل لها حسابات مختلفة، سواء فيما يتعلق بالمواجهة بين الطرفين أو حتى بدخول أطراف مختلفة في المنطقة. مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر أرحب مع حضراتكم بضيفي في الأستوديو الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية. دكتور منورني، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تحياتي ليك. أشكرك. اسمح لي يا دكتور نتواصل سويا ومع حضراتكم مشاهدينا الكرام، ولكن بعد هذا التقرير ابقوا معنا. تتزايد المخاوف حيال تصاعد الاشتباكات الحدودية بين إسرائيل وحزب الله اللبنانية إلى حرب شاملة تستنزف منطقة الشرق الأوسط، تزامنا مع وصول وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين. وتأتي زيارة جالانت إلى واشنطن بعد 5 أيام من اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة بتأخير شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وهي تصريحات وصفها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بأنها محيرة. ويناقش وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته واشنطن التطورات في غزة ولبنان، وسيلتقي نظيره الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين ومسؤولين آخرين. ويرى محللون أن فتح جبهة رئيسية ثانية في لبنان من شأنه أن يزيد من الضغط على الجيش الإسرائيلي الذي لا يزال يخوض قتالا عنيفا في شمال ووسط غزة، في حين يبدو من المرجح أن ينتشر بسرعة الصراع الشامل بين إسرائيل ولبنان في جميع أنحاء المنطقة. ويتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات بدون طيار بشكل شبه يومي، ورغم أن أعمال العنف أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الحدود، إلا أنها ظلت حتى الآن تحت السيطرة نسبياً. ورغم ذلك فإن نطاق وتيرة الهجمات ازدادت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، وقابلت تهديدات أكثر حدة من المسؤولين الإسرائيليين وحزب الله الذين يقولون إنهم مستعدون للحرب. وهو كابوس يخشى المسؤولون في أوروبا وواشنطن وفي جميع أنحاء المنطقة أن يدمر لبنان ويشكل تهديدا كبيرا ويستنزف الشرق الأوسط. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية. دكتور منورني، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. يعني بالتأكيد يعني كثير من المتابعين بيرون أن قواعد الاشتباك تغيرت في الفترة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، إلى أي مدى الأوضاع مرشحة للانفجار في تقديرك بين الطرفين؟ يعني خلينا أقول لك، الأوضاع معرضة للانفجار بشكل لا يمكن التحكم فيه إن انفجرت الأوضاع ما بين حزب الله وما بين إسرائيل. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي يدرك حجم وقوة حزب الله، حجم وقوة حزب الله قياسا على المقاومة الفلسطينية الموجودة داخل قطاع غزة. أنا بتحدث عن مقاومة محاصرة على مدار سنوات، بتسليح ذاتي أقرب إلى اللي بيستخدم في حالة المواجهة مع الكيان الإسرائيلي، ورغم ذلك هي موجودة على مدار 9 أشهر وما زالت تقاوم حتى هذا، ومخنوقة حتى من ناحية الإمدادات. صحيح، فيما يتعلق بشكل أو بآخر. الأمر بالنسبة لحزب الله مختلف. حزب الله ساحة مفتوحة، لبنان دولة مجاورة لسوريا، دولة مجاورة لأطراف إقليمية وأطراف دولية، سهل جدا وصول ما يحتاجه حزب الله من سلاح أو عدد عسكري إليه. الأمر الثاني وهو ما يمتلكه حزب الله هو الأكثر تطورا بما تمتلكه المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة. وأتصور أن المسيرة التي ذهبت إلى إسرائيل وصورت
قطاعات عسكرية ومدنية وأماكن تمركز تجمعات عسكرية وغيره في الداخل الإسرائيلي، وهي ما يسمى بمسيرة الهدهد، كانت رسالة واضحة من حزب الله إلى الكيان الإسرائيلي، ورسالة أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا خطاب نصر الله، الخطاب الأخير اللي وجه فيه حديثا صريحا إلى الكيان الإسرائيلي وإلى الولايات المتحدة الأمريكية على فكرة، وإلى الدول اللي بشكل أو بآخر بتساند إسرائيل في محيطها الإقليمي أو محيطها الدولي، إذا كنت بتكلم عن قبرص أو بتكلم عن أي دولة في المحيط الغربي أو بتكلم عن حتى أي دولة في المحيط الإقليمي، بأنه هذه الدول ليست بعيدة عن أي صراع إن احتدمت المواجهة ما بين حزب الله وإسرائيل. صحيح، وده أمر فيه جلل وأمر تدركوا تماما الولايات المتحدة الأمريكية ويدركوا تماما الكيان الإسرائيلي. الأمر التالي، وده أمر مهم جدا وفي غاية الأهمية، أن حزب الله واجه إسرائيل في السابق. المواجهة الأخيرة اللي تمت في 2006 كشفت آليات المواجهة ما بين الطرفين وقوة كل طرف على الطرف الآخر. قدرة إسرائيل في تدمير أماكن داخل لبنان معلومة، وقدرة إسرائيل في امتلاكها سلاح طيران قوي قادر على أنه يخلق حالات تدمير معلومة ومعروفة، وحزب الله يدرك ده. لكن بالمقابل قوة حزب الله في إدراك داخل الإسرائيلي بعمليات عسكرية أو بضربات صاروخية قادرة على أنها تهلك مربعات سكنية أو تهلك مدنيين في الداخل الإسرائيلي دون تسميات مدن بعينها. أنا لا أتحدث عن حيفا ولا أتحدث عن إيلات ولا أتحدث عن غيره من المدن الإسرائيلية ولا حتى تل أبيب، لكن لأن حزب الله يمتلك من القدرة الصاروخية ما يستطيع أن يصل بها إلى عمق تل أبيب وإلى عمق أماكن كثيرة جدا موجودة في الداخل الإسرائيلي. إذن انفجار أوضاع الصراع ما بين حزب الله وما بين الكيان الإسرائيلي، خليني أقول لك، قد تنفجر بسببه أوضاع هذه المنطقة بشكل لا يمكن التحكم فيه. الحوثيين مش هيكونوا بعيدين تماما عن حلبة هذا الصراع، وأتصور أن حدية فتح المواجهة ما بين الحوثيين وما بين الطرف الإسرائيلي أو خصوصا في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وغيره مش بعيدة. حركة الميليشيات، عصائب أهل الحق، فيلك بدر، كتائب الفضل العباس، سرايا السلام، كتيبة النجباء، حزب الله العراق، مش بعيدين تماما عن هذا الصراع تحت طائلة القواعد العسكرية الأمريكية، قاعدة عين الأسد اللي في الأنبار، قاعدة الحرير الموجودة في كركوك، القواعد العسكرية الأخرى ما بين القواعد المشتركة أو القواعد المتنقلة أو القواعد المنفردة، كلها في مهب وفي حالة إطلاق من قبل هذه الميليشيات. الموضوع جلل، وعلى إسرائيل أن تدرك إن فتحت هذه الجبهة قد تتضرر درجات عميقة عن حجم التضرر الموجود في الداخل الإسرائيلي الآن، ويذهب إلى مدى بعيد من الممكن أنك أنت ما تقدرش تضبطه أو تقدر توقفه فيما بعد. طيب، بلغة التحليل السياسي وأيضا ربما العسكري وفق الأرقام المطروحة حتى الآن، على الجبهة الإسرائيلية إسرائيل في حالة استنزاف عسكري ضخم منذ ما يقرب من 8 أشهر في خلال حربها مع حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وبالتالي في حالة استنزاف من الناحية العسكرية، من الناحية البشرية، من الناحية الاقتصادية على الجبهة الإسرائيلية، وإن كانت الأرقام غير معلنة بشكل أو بآخر. أيضا هناك استنزاف للولايات المتحدة الأمريكية لأنها بتدعم إسرائيل بالسلاح طوال هذه الفترة. إلى أي مدى في تقديرك في هذا الجانب بتتحمل إسرائيل الدخول في حرب جديدة على الجبهة اللبنانية وما أدراك ما حزب الله، وتدرك الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا يدرك الإسرائيليون ما يقوله حسن نصر الله في ما يتعلق بما يطرحه تحديدا؟ صحيح، شوف، يعني إسرائيل تتحمل هذه الحرب وقدرة هذه الحرب، أنا أتصور مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة لولا الوقفة الأمريكية بلا حدود، ولولا حتى مع الوقفة الأمريكية. دكتور، مع الوقفة هنا نتحدث عن الداخل الإسرائيلي. حتى مع الوقفة الأمريكية، والدليل على ده صراخ نتنياهو الآن. هو يتحدث الآن الجدل الدائر ما بين نتنياهو وما بين الجانب الأمريكي حوالين التلكك في بعض المدد العسكري أو حوالين تقليل هذا المدد العسكري، وخصوصا إنه الحديث المعلن، وده حديث أكثر فجاجة من وجهة نظري، أن الولايات المتحدة الأمريكية أمدت إسرائيل بأكثر من 240 شحنة. خلي بالك، شحنة غير شاحنة. صحيح، الشحنة كانت تتحمل أكثر من شاحنة. بالضبط، 240 شحنة عسكرية في الأربعة أشهر الأولى، ثم فيما بعد 120 شحنة. ف
فبنتحدث عن 360 شحنة عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة منفردة بخلاف العتاد العسكري الذي يأتي لإسرائيل من قبل إنجلترا. وما ننساش الطائرة التي هبط بها ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا في زيارته لإسرائيل وفي مطار تل أبيب، هبط من المكان المخصص للعتاد العسكري، ما نزلش من سلم الطائرة صحيح. ولا المكان المخصص لنزول الوزراء أو هذا يعني أن الطائرة كانت محملة بالعتاد كانت رسالة إلى الكيان الإسرائيلي ورسالة إلى المحيط الإقليمي والمحيط الدولي بأنه حدية المدد الإنجليزي إلى الكيان الإسرائيلي مكشوفة منذ بداية الصراع، منذ الأسبوع الأول لبداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. لن أخذك إلى إيطاليا، لن أخذك إلى ألمانيا، والحديث الألماني معلن، وإحنا أنا وإنت بتتكلم بصدد ده وزيرة الخارجية الألمانية بصدد إعماء زيارة إلى الجانب الألماني والحديث معاه. وإحنا شفنا التحذيرات التي ذهبت من الجانب الألماني في وقت من الأوقات إلى الجانب اللبناني وإلى الحزب الله، وهذه التحذيرات وصلت حدتها إلى أن ألمانيا من الممكن أن تكون طرفا في هذا الصراع إذا ما تأجج هذا العدوان ما بين الكيان الإسرائيلي وما بين حزب الله. بالمطلق أنت تتحدث عن حرب مفتوحة، قدرة إسرائيل منفردة على تحملها مسألة صعبة، وتورط الولايات المتحدة الأمريكية صراحة في هذا النطاق بمدد عسكري قد تلجأ إليه من قبل قواعد عسكرية أمريكية موجودة في منطقة الشرق الأوسط، ومعلوم أن لدي الولايات المتحدة الأمريكية 63 قاعدة عسكرية ثابتة راسخة صحيحة. تمام. أكبر ثلاث قواعد عسكرية أمريكية موجودة في المنطقة العربية إذا كانت جوية أو بحرية أو برية، ومعلوم ان الثلاث قواعد العسكريه دول موجودين في العالم العربي او موجودين في الخليج تحديدا، اكبر قاعده جويه في قطر، اكبر قاعده بحريه في البحرين، اكبر قاعده بريه في الكويت. ناهيك عن القواعد العسكريه الامريكيه الاخرى، هذه القواعد العسكريه هتكون في مرمى صواريخ الميليشيات الايرانيه اللي انا حدثتك عنها، وهي المجموعه اللي الى حد كبير جدا مستنفره وهي موجوده على الخط. من وجهة نظري إذا تأجج الصراع قد تنفجر أوضاع منطقة الشرق الأوسط بشكل يوحي للناظر أو يوحي للمحلل أو يوحي لمن ينظر إليه أنك أنت أمام حرب إقليمية وليست حربا ما بين حزب الله وما بين الكيان الإسرائيلي. طيب خليني أسأل سيادتك في نقطة، يعني ربما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدفه هو الدخول في حرب جديدة على الجبهة اللبنانية لحسابات سياسية شخصية، الداخل الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي ربما تكون لديه أيضا حسابات أخرى، لأن معروف أن الجيش الإسرائيلي أو جيش الاحتلال الإسرائيلي ترتيباته التكتيكية مرتبطة دائما بوزارة الدفاع الأمريكية وأيضا بالسياسة الأمريكية بشكل أو بآخر. إلى أي مدى في تقديرك يمكن أن تتفق سياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي مع رغبات نتنياهو؟ يعني أن تتفق رغبة جيش الاحتلال الإسرائيلي مع رغبة نتنياهو أنا لا أتصور غير موجودة، هناك تباين في المواقف ما بين الطرفين. صحيح هو هناك جيش، خلي بالك انك انت امام اسرائيل، وانا يمكن قلتها معاك في حلقه سابقه، انت امام جيش يكون دوله صحيح. هو الجيش الذي يحرك الدوله الاسرائيليه، الذي يحمي الدوله الاسرائيليه او الكيان الاسرائيلي. ما هي دي اشكاليه بتواجه جالانت ونتنياهو طول الوقت. وعشان كده احنا شايفين النهارده واحنا بنتكلم النهارده في ظل الخلاف والجدل الدائر ما بين نتنياهو وما بين الاداره الامريكيه ان جالانت موجود في الولايات المتحده الامريكيه يستجديها لامداد مزيد من المساعدات، يحاول ان يطيب خاطر الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن كان حديث نتنياهو حديث شديد، وده طلع كيربي المتحدث الأمريكي وقال يعني أن ده كلام ما يصحش وأنه ده كلام يعني ما ينفعش وبيتنافى حتى مع الواقع، ده دعم أمريكي بلا حدود وغيره، لأنه هو مع حديث نتنياهو مع لأن نتنياهو يستشعر فشلا. يعني شوف بحجم ما حققه من دمار مروع وبحكم ما حققه من إبادة تمارس داخل قطاع غزة وتمارس في الضفة الغربية، ما تفصلش الضفة الغربية صحيح. عن قطاع غزة صحيح. ودائما الحديث ده متواتر أستاذ فوزي، لأنه ما يحدث في الضفة الغربية لا يقل هوادة عما يحدث في قطاع غزة. صامتة. وأنا أتصور وده اجتهاد شخصي أنه لو انفجرت أوضاع ما بين حزب الله وما بين الكيان الإسرائيلي الضفة الغربية ليست بعيدة عن تفجر الأوضاع ما بينها وما بين الكيان الإسرائيلي، لأنه وصل الأمر منتهاه
ما يتم اقتحامه من قبل المستوطنين، حالات الاقتحامات شبه يومية، التنكيل بالمعتقلين، رأينا بأم أعيننا مصفحات تدخل إلى جنين ثم تخرج، وعلى أمامها على الكبود الخاص بهذه المصفحات شباب فلسطيني مكبل بالأغلال منعا لمواجهة هذه المصفحات وغيره. وهناك عملية استنفار موجودة بشكل كبير جدا داخل الضفة الغربية. هل إسرائيل ومن وراءها الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المدد بلا حدود؟ لأن أنا وجهة نظري أن الولايات المتحدة الأمريكية لها مسؤولية كبرى فيما يحدث الآن من عدوان إسرائيل على قطاع غزة، ولها مسؤولية كبرى أنها لم تستطع حتى هذا التاريخ أن تقيس حجم علاقتها ومصالحها الكبيرة مع الواقع العربي، ولا تدرك بأن انفجار هذا الوضع قد يخسرها مصالح كثيرة جدا موجودة في المنطقة العربية، أقلها أو أضعفها أن تكون كل قواعدها مستهدفة من قبل الميليشيات الشيعية أو الميليشيات الموالية لإيران. طيب هنرجع على الجانب ده تاني، أو الجبهة الإسرائيلية الأمريكية، ولكن هنروح على الجانب الآخر، حزب الله. حزب الله منذ بداية العمليات العسكرية أو عملية طوفان الأقصى أعلن أنه على خط الأزمة. صحيح. قواعد الاشتباك بين إسرائيل وحزب الله كانت أهداف محددة، ثم بنلاحظ في الفترة الأخيرة تطور نوعي في طبيعة العمليات على الجانبين. إلى أي مدى في تقديرك حزب الله جاهز للمواجهة مع إسرائيل في هذا التوقيت؟ شوف، حزب الله جاهز مما قبل 7 أكتوبر. على فكرة، وحزب الله جاهز من بعد 2006. تمام. لأن حزب الله يدرك أنه هو في حالة عداء مع الكيان الإسرائيلي، وأن إسرائيل بتستهدف جزء كبير جدا من كوادره، وأنه ما زال جزء من الجنوب اللبناني لم يحرر. مزارع شبعة وقرية الغجر ما زالت في يد إسرائيل حتى هذا التاريخ، وأنه الدولة الوحيدة اللي في المحيط الإسرائيلي أو في دول جوار الإسرائيلي لم تبرم معاهدة سلام بينها وبين الكيان الإسرائيلي، يعني موجود مع الأردن معاهدة ومع الجانب المصري معاهدة. فده كله، وحزب الله أنقر أو رفض كل الإغراءات التي أتته من قبل العالم الخارجي، إذا كانت إغراءات مادية بتحييده أو إغراءات سياسية. الهدف هو تحرير الأرض اللبنانية منذ البداية. هو له هدف. بالزبط. الجزء التالي أنه حتى حجم الضغوط التي مورست عليه إرهابا أو ترغيبا، بالمناسبة في الفترة الأخيرة إرهابا أو ترهيبا، تأتي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، وتأتي من قبل الطرف الألماني تحديدا، وتأتي من قبل الطرف الفرنسي أيضا. والطرف الفرنسي إلى حد ما مش عايز تأجيج هذه الساحة بشكل كبير، لأن هو يدرك حجم صلاته بالجانب اللبناني تحديدا. لأنه خلي بالك أن جزء كبير جدا من صراعات هذه المنطقة دايما تستدعي المستعمر القديم، يعني سوريا ولبنان تتكلم عن فرنسا، العراق تتكلم عن إنجلترا، الخليج تتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، ليبيا تتكلم عن إيطاليا، وهكذا. الدول دي ما زالت تفرض لنفسها شكل من أشكال الوجود لهذه الأماكن، وإلى حد كبير جدا هي متدخلة في التوترات الموجودة فيها. فأنا متصور أن حزب الله مستعد، وحزب الله يدرك تماما حجم صراعه مع إسرائيل، وأنا متصور بحكم طائرة الهدهد وبحكم ما تم إذاعته وما تم كشفه، وأتصور ما لم يتم كشفه ربما يكون أضعاف ما تم كشفه من قبل حزب هذه الله. النقطة. يعني ما تم كشفه ده، دي كانت الرسالة. رسالة تقديرية. إيه موجود، وأنا شايف هنا إيه، وأنا أستطيع أن أصل إلى هذه الأماكن بشكل أو بآخر. لم يتم كشفه، لم يتحدث به حزب الله، لكن حديثه من وجهة نظري إنه رسالته إلى الجانب القبرصي بأنه إذا استخدمت القواعد العسكرية فأنت على خط المواجهة وما أنتش بعيد على هذا الصراع. حديثه إلى المحيط الإقليمي بأن أي قواعد تستخدم في حدية هذه المواجهة أو هذا الصراع مش بعيدة تماما عن هذه المواجهة، ومش معنى كده أن الكلام موجه إلى القواعد، ده الكلام موجه إلى القواعد وإلى الدول الموجودة فيها. صحيح. القواعد. كلام مظبوط. فإذا أنت بتتكلم عن حالة ورطة كبرى، هذه الورطة الكبرى مش مواجهة ما بين حزب الله وإسرائيل، إذا كانت ضربات عسكرية لا يمكن أو لا يمكن الأمر من الممكن أن يشتد. صح. هنرجع للأرقام المعلنة فيما يتعلق بحزب الله تحديدا، ولكن اسمح لي بينضم إلينا مباشرة من بيروت السيد أكرم سريوي، خبير عسكري وقانون دولي إنساني. سيد أكرم، تحياتي، أهلا وسهلا. تحياتي لك ولجميع المشاهدين.
يعني الحديث يدور حول التوترات الموجودة، أصبحت قواعد الاشتباك مختلفة فيما يتعلق بالمواجهة بين حزب الله وإسرائيل. إلى أي مدى في تقديرك بترى أن قواعد الاشتباك أو المواجهات في الفترة الأخيرة أو التصريحات التي تأتي من حزب الله أو من إسرائيل بتدل على أن هناك مواجهة حتمية بين الطرفين، وتقديرك العسكري لوزن حزب الله في هذا التوقيت وأيضا المواجهة مع إسرائيل في هذا التوقيت بعد أكثر من 8 أشهر من حرب إسرائيل في قطاع غزة؟ من الواضح أن المنطقة تدفع ثمن سياسات نتنياهو الجنونية وهذا التهور وهذا يعني الاندفاع نحو الحرب الغير محدود. المشكلة الأساسية أن نتنياهو ربط مصيره بمصير استمرار الحرب. كلما استمر الحرب هذا يعني أنه استمر هو في الحكم، وإذا توقفت الحرب يعني أنه انتهى مصيره وهو ذاهب إلى المحاسبة، ويعلم حجم الهجوم الذي تشنه عليه المعارضة في الداخل. ولديه أيضا مشكلة ثانية مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك معركة إسقاط متبادلة بين نتنياهو وبايدن، كلا الرئيسين يعني كل طرف يريد إسقاط الآخر في الانتخابات المقبلة. هذه هي أعتقد المشكلة الأساسية، وبالتالي يعني الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت على موقفها الأساسي، هي لا تريد التورط في حرب شاملة في المنطقة لأن ذلك ليس في مصلحتها ولا يخدم طبعا مصالح الرئيس جو بايدن الانتخابية. لكن نتنياهو يعني تختلف مصلحته عن مصلحة بايدن، ومن مصلحته أن يشعل حربا شاملة، وهو يعتقد جازما أنه إذا أشعل الحرب الشاملة أن الولايات المتحدة ستكون مجبرة على الدخول في هذه الحرب. يعني هو يعلم وهو متأكد من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تتخلى عن إسرائيل في حالة مواجهة شاملة في المنطقة. ولكن سيد أكرم، يعني إلى أي مدى في تقديرك يمكن أن تقبل كل الأطراف سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو حزب الله أو حتى أصدقاء إسرائيل أن يمكن أن يقبلوا بمغامرة سياسية أو مغامرة عسكرية لنتنياهو تحت الأطماع السياسية؟ لا أحد يريد الحرب غير سوى نتنياهو. يعني حزب الله أعلن بشكل واضح وصريح أنه لا يريد الحرب ولا يسعى إليها إلى الحرب الشاملة. لبنان أبلغ هذا الموقف يعني إلى كل الأطراف وخاصة إلى المبعوث الأمريكي عموس هوكشتاين. إيران أيضا أعلنت وهي يعني أكثر من مرة بأنها لا تريد الحرب الشاملة، ويعني هي أبلغت ذلك أيضا إلى عدة أطراف، وهذا أيضا ليس من مصلحة إيران. الولايات المتحدة الأمريكية ليس من مصلحتها أيضا أن تشتعل الحرب والآن هي على أبواب انتخابات رئاسية. الوحيد الذي يعني يريد استمرار الحرب ويريد إشعال الحرب هو نتنياهو وبعض الوزراء يعني المتطرفين داخل حكومته. وبالتالي نعم هناك ضغوط كبيرة على حكومة نتنياهو، على حكومة العدو، لكن المشكلة الأساسية التي يواجهها أعتقد أنا يعني نتنياهو هي ليس في الضغط الأمريكي ولا حتى في الضغوط، يعني لأن حتى الضغط الأمريكي هو ليس بتلك الجدية. أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن تحديدا، غير قادرة على ممارسة ضغط كبير على نتنياهو، لأنه الآن هناك في الولايات المتحدة الأمريكية تحول كبير من قبل جماعات اللوبي الصهيوني، كانوا يدعمون حملة الانتخابات لبايدن ويقدمون له الأموال، الآن انقلبوا عليه وبدأوا يقدمون الأموال لحملة ترامب صديق نتنياهو. وبالتالي الرئيس بايدن محرج جدا وهو غير قادر على ممارسة ضغط كبير على نتنياهو، ونتنياهو يستفيد من هذا الأمر، يسعى إلى استمرار يعني الحرب كان في غزة أو على جبهة لبنان. هو يريد يعني طبعا أن يحقق نصرا ما. المشكلة الأساسية التي يواجهها هي في عجز الجيش عن تنفيذ يعني حرب شاملة على لبنان، وعجز الجيش عن تحقيق ما يعني أعلنه من أهداف في غزة. بالتالي هذه هي المشكلة الأساسية. الجيش أبلغ نتنياهو أنه في حال فتحت الحرب مع لبنان هو يحتاج على الأقل إلى 3 أشهر كي يعني يجد حلا لمسيرات حزب الله ولمواجهة صواريخ حزب الله. وبالتالي هذا يعني أن الجيش أبلغ نتنياهو بشكل صريح أنه غير جاهز للمعركة مع لبنان.
طيب سيد أكرم، يعني سيد أكرم أيضا فرصة سيادتك موجود معنا، يعني أيضا يعني هناك بعض الأرقام أو بعض التصورات التي تتحدث عن القدرات العسكرية لحزب الله لحرب 2006، ربما تختلف القدرات العسكرية لحزب الله في هذا التوقيت بدليل ما قدمه لإسرائيل والطائرة التي صورت أماكن حساسة في الداخل الإسرائيلي وقدمها حسن نصر الله في خطابي. هنا أسأل سيادتك عن القدرات العسكرية لحزب الله في هذا التوقيت. يعني لا شك أن القدرات العسكرية لحزب الله يعني تضخمت كثيرا منذ عام 2006 وحتى اليوم، والإسرائيلي يعلم أن حزب الله قادر على إلحاق أضرار كبيرة بإسرائيل بعدة قطاعات، أهمها طبعا قطاع الطاقة، المطارات الإسرائيلية، السكنية الإسرائيلية. حزب الله حتى الآن ما زالت كل العمليات تقريبا أكثر من 90% من عمليات حزب الله موجهة ضد مواقع عسكرية، ولم يستهدف البنى التحتية الإسرائيلية. لكن إسرائيل صعدت في الأيام الأخيرة، وجاءت تأكيد من على لسان CNN وعلى لسان صحيفة يعني تليغراف البريطانية، وهم يعني يمهدون وكأنهم يمهدون إلى استهداف إسرائيل لمطار بيروت وبنى تحتية في لبنان. لكن حزب الله رد بنشر فيديو آخر غير الهدهد، فيديو يحدد فيه عدة مراكز حساسة داخل إسرائيل، داخل فلسطين المحتلة، بدءا من يعني محطة الكهرباء شمال عسقلان التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى محطات الغاز في حيفا وفي مطار حيفا ومطار بن غوريون وغيرها من مواقع عسكرية. أعتقد حزب الله حاول أن يرسم خطوط حمراء للعدو الإسرائيلي بأنه إذا قصفتم أنتم تستطيعون نعم قصف بيروت وتدمير مطار بيروت، لكن هذا سيقابل بقصف مطار بن غوريون وسيقابل بتدمير بنى تحتية داخل إسرائيل، قطاع الغاز، قطاع الكهرباء، يعني حتى الأماكن السكنية لم تسلم. وبالتالي أعتقد هي رسالة ردع متبادلة، هناك تهديدات متبادلة، تصعيد في التهديد، ولكن كلا الجانبين يتهيب حتى الآن المعركة الشاملة. والجيش الإسرائيلي أعتقد أنه أخذ برأي أكثر من 100 خبير أعدوا تقريرا كبيرا يعني ومفصلا حول الحرب الشاملة في حال فتحت، وهذا التقرير يذكر أن هناك على الأقل يعني سيعمل حزب الله إلى إطلاق بين 2500 إلى 3000 صاروخ وطائرة مسيرة في اليوم الواحد، سيعمل في اليوم الأول والثاني والثالث على استهداف القبة الحديدية ومقلاع داوود، وبالتالي سيشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وبعد اليوم الثالث ستكون السماء والأجواء الإسرائيلية مفتوحة أمام صواريخ حزب الله. حزب الله وفق التقارير عسكرية إسرائيلية يملك صواريخ بعيدة المدى ودقيقة يعني دقيقة الإصابة إلى حد 5 أمتار أو 10 أمتار، ليس أكثر من ذلك. إذن التقارير الإسرائيلية أعتقد تكفي لمن لديه يعني بعض الحكمة في كيان العدو الإرهابي بأن لا يذهب إلى هذا الجحيم، وأن لا يذهب المنطقة كلها إلى هذا الجحيم أيضا. شكرك جدا السيد أكرم سويري الخبير العسكري وأيضا خبير القانون الدولي الإنساني، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا. برجع مع حضراتكم لضيفي في الأستوديو الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفرابي للدراسات السياسية. دكتور، يعني كان الحديث يدور حول قدرات حزب الله العسكرية، وأيضا يعني معروف أن حزب الله في الفترة الأخيرة أعد العدة بشكل كبير جدا، والتقنيات العسكرية التي أصبح يمتلكها أصبحت متقدمة للغاية. يعني أود التركيز أيضا حول هذه الفكرة، قدرات حزب الله ومدى القدرة التدميرية التي يمكن أن يلحقها أيضا بكل المستعمرات الإسرائيلية بشكل أو بآخر. يعني خلينا أقول لك تأتي هذه القوة أو قراءة هذه القوة من خلال المواجهات اللي تمت ما بين حزب الله اللي بدأت في 8 أكتوبر حتى هذا التاريخ. هتلاقي معظم الضربات التي ذهبت إلى قواعد عسكرية أو إلى تجمعات عسكرية أو إلى تجمعات منصات تجسس أو غيره إلى حد كبير جدا أصابتها إصابة مباشرة. صحيح صحيح، وكانت دقيقة. وكانت دقيقة، وحتى وأنا متصور أنه برضو يمكن طائرة الهدهد، يمكن إحنا عدناها مرتين ثلاثة، عنوان مهم جدا. حزب الله قارئ تماما لمشهد الجنوب اللبناني ولمشهد الشمال الإسرائيلي، ويكفينا في ده عدم قدرة إسرائيل حتى هذا التاريخ في مسألة مستعمرة زي مستعمرة كريات شمونة إلى حد كبير جدا.
فجرت بالكامل، واصبح كل شخص موجود داخل هذه المستعمره او هذه المستوطنه موجوده في الداخل الاسرائيلي. الجزء التالي، وده جزء مهم جدا، ان حزب الله منذ المعركه الكبيره ما بينه وما بين الكيان الاسرائيلي في 2006 وهو كاشف تماما الى الداخل الاسرائيلي، كاشف لاماكن مصادر الطاقه، كاشف لمحطات الغاز، كاشف تماما لأماكن تمركزات المحطات حتى النووية الموجودة في الداخل الإسرائيلي، هي مش مخفية ولا حاجة، ده موجودة وحزب الله يدرك أماكنها جيدا، يدرك تماما حجم المطارات ووصول طائراته المسيرة وصواريخه إلى هذه المطارات، وعلى رأس هذه المطارات مطار بن غوريون. فدي كلها إلى حد كبير جدا حزب الله قادر مش على إصابتها، ده قادر على تدميرها. إذا أنت تتحدث عن حرب مفتوحة، وهذه الحرب المفتوحة خشية إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي وخشية الولايات المتحدة الأمريكية إن هي حرب في داخل العمق الإسرائيلي، مش في على الأطراف أو في على جبهات أخرى أو داخل الطرف الآخر. إسرائيل لأول مرة تواجه معركة في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو داخل الكيان الإسرائيلي، وأنا متصور أنه من تل أبيب إلى عسقلان إلى سدروت إلى غلاف غزة إلى شمال إسرائيل كله مكشوف أمام حزب الله، ويمتلك من المقدرات الصاروخية ومن الطائرات المسيرة القادر على تدمير هذه الأماكن وليس إصابتها فقط. وحتى ما يقال أنه الجليل الأعلى تحديدا ومنطقة الجليل الأعلى والمناطق المتاخمة ليها ربما يتحكم فيها حزب الله أو ربما يسيطر عليها من خلال البر، يعني بمعنى أن هو يمتلك من الأفراد العسكريين المدربين ما يستطيع أن يدخل إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو لداخل الكيان الإسرائيلي بريا، ويستطيع أن يتحكم في مفاصل كثير جدا من الأمور فيها. وعشان كده رغبة الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية في تأجيج حدة هذا الصراع إلى حد كبير جدا رغبة ما زالت يعني متماسكة، وأنا متصور أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها تدرك بأن هي مش مطلوب فتح هذه الجبهة بشكل كبير. صحيح فشلت في تحييد هذه الجبهة وحاولت بمنطق الإغراءات الترغيب والترهيب إلى حزب الله أن هي تبعده تماما عن هذه الجبهة، ولكن كانت رسالة حزب الله أو رسالة الحوثيين أو رسالة كامل المشيات، وأنا متصور رسالة بسيطة للولايات المتحدة الأمريكية، وقفوا إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تنتهي كل هذه المآسي التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، يعني بعض الصحف البريطانية تحدثت عن وجود تقارير تفيد بأن حزب الله يقوم بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ في مطار بيروت الرئيس. زي ما قال الأستاذ أكرم، ربما يكون هذا مقدمة لاستهداف إسرائيل لهذا المطار بهذه الحجج الواهية. وهنا نتحدث عن انتقال من مواجهة عسكرية إلى تدمير البنية التحتية بشكل أو بآخر. يعني بتشوف هذا الكلام زي ما بعض الصحف الأجنبية. صحيح، مطار بيروت هيكون أمامه مطار بن غوريون والمطارات الموجودة في الداخل الإسرائيلي. وما ننساش أن دي سمة الإسرائيليين، يعني حديث إسرائيل عن مستشفى الشفاء داخل قطاع غزة ومستشفى ناصر داخل قطاع غزة شاهد عيان على هذا الأمر. صحيح. يعني إسرائيل عانت مستشفى الشفاء وأسفلها، وعانت مستشفى ناصر وأسفلها، وقبل ذلك مستشفى المعمداني في بداية هذا الصراع، وحتى أماكن تمركزات المنظمات الدولية. إذا كانت الأونروا أو منظمة الصحة العالمية أو اليونيسيف أو غيره، أو حتى المساجد والكنائس أو حتى الأماكن الأثرية. ولم تخرج بكل هذا التدمير بأي شيء. وكانت دائما تتحدث إما أنفاق موجودة أسفل هذه الأماكن، أو إما موجود قادة من قوات المقاومة الموجودين فيها، أو سوف تستطيع أن تصل إلى بعض الأسلحة الموجودة وفشلت أو حتى الأسرى. وده بيبقى هدف إسرائيلي الغرض منه تدميره. بس كانت رسالة حزب الله أن إذا استهدف مطار بيروت، أنا متصور أن مطار بن غوريون والمطارات المحيطة به مش هتكون بعيدة عن التدمير. حرب مفتوحة ما بين حزب الله وما بين إسرائيل، ربما تكون الحرب الأعنف في الكيان الإسرائيلي منذ نشأتها حتى هذا التاريخ، ربما تتضرر منها إسرائيل. صحيح سوف تخلق تضرر كبير جدا بما تمتلكه من طائرات جوية ومن عتاد عسكري في الساحة اللبنانية، لكن حجم الأضرار الموجودة في الداخل الإسرائيلي هيبقى حجم رهيب ومهول. الخشية من وجهة نظري مش في الحالتين، الخشية من أن يمتد الصراع إلى أماكن مصالح أمريكية
أو إسرائيلية موجودة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي يمتد إلى كل دول المنطقة. دول بالزبط. كثيرة جدا موجودة في هذا الصراع رغما عنها. هي دي الإشكالية الكبيرة. وهذه الدول هي مش مؤهلة لده، لكن أزمة هذه الدول أن موجود بداخلها قواعد عسكرية أمريكية قد تراها المقاومة بشكل أو بآخر أن هي هذه القواعد بتستخدم أهداف مشروعة إلى إمداد إسرائيل ببعض المعدات العسكرية. ودي كانت الرسالة الإيرانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل الضربة الإسرائيلية في الداخل إيران، ردا على الضربة الإيرانية التي مارستها داخل الكيان الإسرائيلي. طيب أستاذ أكرم، يعني اللي كان معنا في مداخلة بيتحدث أن الإشكالية الرئيسة التي تواجه نتنياهو في هذا التوقيت هي جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أكثر من 8 أشهر من الحرب. أنهك الجيش الإسرائيلي بشكل أو بآخر، يعني فكرة جاهزية الجيش الإسرائيلي للدخول في حرب شاملة مع حزب الله، إلى أي مدى حضرتك بتشوف هذا الأمر حتى وإن كان مدجج بالطائرات يعني وغيرها من الإمكانيات العسكرية المختلفة؟ هو جيش مجهد. صحيح. وصلت حجم الخسائر الغير معلنة من القتلى الإسرائيليين إلى 15,900. هذا الرقم مش معلن. ووصلت حجم الأرقام المعلنة الغير معلنة من القتلى اللي احنا بنسميهم مرتزقة، اللي هم أصحاب الجنسيات المزدوجة، إذا كانت أمريكية إسرائيلية تعدى 900، إذا كانت فرنسية إسرائيلية تعدى 1200، إذا كانت إنجليزية إسرائيلية تعدى 76، إذا كانت إيطالية إسرائيلية تعدى 48. دي كلها أرقام طالت الكثير جدا من القتلى أصحاب الجنسيات المزدوجة. الوضع بالنسبة للكيان الإسرائيلي أيضا أن بدأ يستدعى جزء من المكنزرات القديمة التي خرجت بره إطار الخدمة العسكرية، ودي المسألة كانت الملحوظة اللي كثير جدا من المراقبين والمحللين العسكريين لاحظوها في العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، خصوصا في مدينة رفح وفي خان يونس وفي مناطق داخل قطاع غزة، إن بدأت تظهر نوع من العربيات المصفحة ونوع من الدبابات كانت خرجت من نطاق الخدمة. ده معناها إن هناك استنفاذ للكثير جدا من العتاد العسكري، وده اللي خلى نتنياهو يتحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية بإن كتب تلككوا في مسألة المدد العسكري وغيره. والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد بشكل أو بآخر أن تستنزف طاقتها، لكن إشكاليتها أن ما زالت إسرائيل تعامل إسرائيل كدولة وظيفية في المقام الأول للولايات المتحدة الأمريكية، ومن الأهمية الحفاظ عليها رغم تضرر المصالح الأمريكية والغربية. على حال بشكرك جدا يا دكتور، نتمنى السلامة لحزب الله وكل الأراضي اللبنانية بإذن الله، وألا تندلع هذه المعركة الشاملة بأي حال من الأحوال. أشكر ضيفي مع حضراتكم مشاهدينا الكرام الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية. دكتور نورتني في هذا الحوار. شكرا جزيلا. وأنتم مشاهدينا الكرام لكم منا كل التحية والتقدير، حتى نلتقي في متابعة تحليلية جديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.